اهلا فيكم من جديد، مكملين باكسترا تايم وبننتقل لكره القدم وخساره النشامه في مباراتهم الوديه امام الباراغواي ومشاركتهم في التصفيات المؤهله لكاس العالم وكاس اسيا. للحديث عن المنتخب الوطني معنا الصحفي الرياضي يحيى قتشات. اهلا وسهلا فيك. مساء الخير سميح. مساء النور. طلالي جميله والله يعطيكم العافيه، وسعيد بالتواجد دائما في رؤيا اللي بعتبر حالي جندي من جندي. وشكرا لتعاونك معنا منا وفينا. الله يخليك. اهلا فيك. تقرير عن مباراه المنتخب وراجعين. فرط المنتخب الوطني لكرة القدم بالفوز على منتخب الباراغواي في اللقاء الودي الذي أقيم على استاد عمان الدولي، وانتهى بخسارة النشامة بأربعة أهداف لهدفين وسط حضور رئيس الاتحاد سمو الأمير علي بن الحسين. اللقاء الذي عقد عليه الشارع الرياضي آمالا بأن يظهر المنتخب بشكل مغاير عما ظهر عليه في لقاء الصين تايبي. ظهر فيه المنتخب على طرفي نقيض حينما قدم أداء منضبطا في الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بهدفي التعمري والبخيت، وقدم عكسه تماما في الشوط الثاني عندما قبلت شباكه أربعة أهداف. مباراة أكد بعدها فيتال بأنها استعدادية وتحضيرية، مطالبا الجماهير بالتحلي بالصبر، ونتيجة طرحت العديد من التساؤلات لعل أبرزها: هل النشامة قادرون على مواصلة المشوار وانتزاع إحدى بطاقات العبور لمونديال قطر؟ زيادة غلة الأهداف، محاولة جديدة في عملية التهديف. الله 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 الله، مش معقول مش معقول. كابتن يحيى، يعني بدنا نبلش من جملة فيتالي اللي حكاها بالمؤتمر الصحفي اللي بيطالبنا فيها أن نصبر. لأمتى بدنا نصبر؟ والله الستي شوفي، المباراة أقيمت ب 12 الشهر، فيتال تم تعيينه مدير فني ب 9/9/2018، يعني سنة ويومين. صحيح. والقيادة الفنية تحت إمرة فيتال. طلب منا الصبر قبل نهائيات آسيا، رغم أنه كل المباريات الودية كان منتخبنا بعيد عن المستوى. دخلنا نهائيات آسيا، للأمانة لعبنا مباراة أستراليا، الفوز على أستراليا النتيجة النهائية ممتازة جدا، حققنا فوز على منتخب أستراليا بطل النسخة الماضي، لكن الأداء الفني عامر شفيع والمدافعين هم كانوا الأبطال. لعبنا المباراة الثانية أمام سوريا، شوط أول مثالي، حققنا هدفين، شوط ثاني تراجع المنتخب. مباراة فلسطين منتخبنا ما كان على قدر المسؤولية، كان عندنا فرصة تاريخية انه نصل ما ابعد من الدور الثاني. احنا الدور الثاني وصلناه بال 2004 مع المرحوم محمود الجوهري. نعم. يعني قبل 15 سنة احنا محققين انجاز الدور الثاني. خسرنا امام منتخب فيتنام اللي كل الاردنيين كانوا قياسا على المستوى الفني متوقعين انه منتخبنا راح يطلع للدور اللي بعده. الان فيتال بطلب منا الصبر. فيتال اعطينا احنا اكثر من فرصة. خلينا نمر مرور سريع في بطولة نهائيات اسيا، احنا طلعنا من الدور الثاني. بطولة الصداقة المركز الأخير، بطولة غرب آسيا اللي كان هو متفائل جدا ووعد الأردنيين أنه اللقب لأول مرة أنه يكون على إيده لم يتحقق. ثم في المباريات التجريبية أيضا مستوى فني بعيد. الآن بالله عليك إحنا لو إيش نستنى؟ يعني شو المؤشرات اللي ممكن تعطينا أنه نعطيه فرصة لفيتال؟ أنا بدي أشكر اتحاد كرة القدم، اتحاد كرة القدم بقيادة سمو الأمير لم يقصر مع هذا المنتخب. مباريات ودية على مستويات، معسكرات تدريبية، إحنا لما نلعب مع وصيف بطل العالم، إحنا لما نلعب مع منتخبات أوروبية، الاتحاد لم يقصر نهائيا من ناحية الإعداد، معسكرات على أفضل مستوى. لكن في النهاية المردود الفني إحنا شفناه في المباراة الأخيرة أمام باراغواي. هذا المنتخب الأردني، أنا اسمحي لي، حتى الفنيين اللي طلعوا قالوا إحنا أدينا شوط مثالي. أنا أشكر قناة رؤيا، كل المواطنين الأردنيين اللي ما راحوش على الاستاد وكنا نتمنى يكونوا خلف المنتخب تابعوا المباراة على قناة رؤيا. هل منتخبنا كان في الشوط الأول عنده هالإبداع واللعب الجماعي؟ لا، إحنا للدقيقة 22 كان المنتخب أفضل منا، المنتخب البرغواي. إحنا حققنا هدفين فيهن جملة، فيهن إمكانيات لاعبين. أنا بأكد من اليوم إنه إحنا الدور الأول مش راح يكون صعب علينا، إحنا عندنا لاعبين على مستوى عالي. هذا لا. الجيل هو ممكن الجيل اللي يحقق ويكون موجود في قطر 2022، لكن يحتاج إلى قيادة فنية. هاي القيادة الفنية مش موجودة بإمكانيات فيتال. ممكن فيتال يدرب منتخب البرازيل وحقق معاه كأس العالم، يمكن إمكانياته أعلى من إمكانيات لاعبيننا، لكن واضح إنه خلال سنة كاملة من الدعم لم يحقق فيتال ما يشبع رغبة المواطن. طيب، الأردني نقدر نقول إنه مباراة الصين تايبي هي ناقوس الخطر كانت،
ويدق بشأن مستوى المنتخب الوطني؟ طبعا، والدليل على ذلك أنا يعني مش إحنا بنقول أرقام، هاي كرة قدم، يعني ممكن الفريق يخسر 7 وفوز، بس إحنا إذا رحنا على منتخب نيبال اللي خسر أمام منتخب الكويت 0-7، حقق أيضا فوز على الصين تايبي على أرضه وبين جمهوره بنتيجة 2-0. إذا فريق إحنا شفنا فريق لا يعني لا حول له ولا قوة، فريق ضعيف جدا. هل فريق هل أدى منتخبنا؟ شوط المدربين، مع إنه إحنا بنقول الشوط الأول والثاني مدربين، لأنه لا يمكن يكون الشوط الأول شوط مدرب. الشوط الثاني المنتخب الصين تايبي استطاع انه في اقل مجهود انه يسجل هدف في مرمى عامر شفيع، كان واضح تمام انه الاداء الجماعي للمنتخب مش موجود، انه لمسات فيتال مش موجوده. هي مشكلتنا الأزلية. نعم. دائما عندنا مشكلة بنتراجع بالشوط الثاني. نعم. ودائما عندنا مشكلة الفردية. نعم. ما عندنا اللعب الجماعي طبعا. وبعدين يعني انت في المؤتمر الصحفي فيتال بقول لك انه والله السفر انا معاه، يمكن بقول السفر احنا جينا من سين تايبي ما عندناش فرصة لثلاث ايام. طب هو منتخب برغواي اجى من وين؟ اجى من اليابان، كان لاعب مباراة الخميس لما احنا لعبنا كان لاعب مع اليابان، هو اجى من اليابان، يعني نفس المواصفات اللي انطبقت على المنتخب الوطني انطبقت على منتخب برغواي. انا الان احنا النتيجه دائما منتخب الباراغواي، كيف ممكن منتخب يكون فايز 2 يصير خسران 4؟ انا بقول لك كيف. اولا احنا يجب انه نعترف انه منتخبنا الشوط الاول رغم النتيجه الايجابيه اللي تمنينا ان يحافظ عليها بالمستوى الفني لم يقدم المطلوب منه. حالات فرديه لموسى التعمري وياسين البخيت ومجهود استطاعوا انه يسجلوا هدفين، منتخبنا ما كان مقنع فنيا، مع ذلك النتيجه اسعدت كل الاردنيين. نعم. كان في وضوح يعني السعاده دابه في كل المشاهدين، منتخبنا الحمد لله بتقدم على منتخب اوروبا بيحتل المركز 39 وعنده امكانيات فنيه، ما في خلاف على ذلك، لكن الشوط الثاني تراجع كبير في اداء اللاعبين، كان واضح انه ما في جماعيه، واضح انه الاخطاء الفرديه بتتكرر. انا لاعب زي محمد بني عطيه، صحيح انت عندك احسان حداد وسامي عجلي المصبي، بس انت جربته، اللاعب لاعب شاب، احنا لاعب شاب لازم ندفعه للامام. احنا شفناه كل الهجمات كانت ضغط عليه لانه لاعب مش مركزه، لاعب معروف مركزه ومبدع فيه. انت الان زائد كان في اخطاء دفاعيه، التبديل، انت هاي مباراه بدك تقول مباراه بلعب مع منتخب عالمي، عندك فرصه تبدل، تقعد للدقيقة 85 ما تبدل. إذا في ملاحظات فنية على الكابتن فيتال، زي ما حكيت لك يجب أنه يكون في لجنة في اتحاد كرة القدم تقيمه. وأنا كنت أتمنى بعد ما عاد المنتخب من بطولة غرب آسيا وإحنا كنا موعودين باللقب وخسرنا أمام البحرين وأمام الكويت وفوز وهمي على السعودية، لأن السعودية لعبوا بالمنتخب الثالث، كنا أنه كل الشعب الأردني كان متمنى أنه يسمع أنه اجتمع اللجنة الفنية وقيمت فيتال. إحنا لا، بالعكس مجلس اتحاد كرة القدم مشكور، قبل مباراة سين تايبي جدد الثقة في فيتال. أنا بعتقد إذا الكرة الأردنية في نجوم الحاليين فرصة التاريخية يجب أن يكون جهاز فني جديد، وفي إجماع على هذا الحكي، في إجماع. طيب ما في مجال للخطأ بالمباريات المقبلة طبعاً. شو الحل؟ هسا مثلا الناس كثير بيقول لك هل التغيير في المرحلة صعب ولا مش صعب؟ طيب احنا منافسنا اللي بنلعب معاه ب 10-10 المنتخب الكويتي. نعم. امبارح اللجنة الفنية أقرت. صحيح. والاتحاد نفذ القرار وأقالوا المدرب الكرواتي جوزيك. أنا بعتقد أنه الآن يجب أنه نتدخل. أنا بعتقد أنه إحنا عندنا الصين تايبي ونيبال وحتى الكويت، أنا بأكد وحاسبون على الكلام أنه إحنا مسألة الدور الثاني مسألة وقت، إحنا ممكن منتخبنا يتأهل بكل سهولة. الأسترالي بفوزوا علينا بأسترالي بنفوز عليهم في عمان، يتأهل بكل سهولة في حال. نعم. في حال. نعم. في حال أنه يكون موجود مدير فني قادر على توظيف اللاعبين الموجودين. يعني برأيك الحل الأول والأخير إقالة هو فيتال. إقالة فيتال ومدرب جديد. واسمحي لي أرجع لبيان اتحاد كرة القدم اللي أصدروه لما عينوا الكابتن فيتال اللي كان مساعد أبو عابد، وإحنا من هالاستوديو بعد أسبوع من المؤتمر الصحفي اللي عملوه اتحاد كرة القدم والكابتن ملوش وسألناه السؤال أنه أبو عابد سيقود المنتخب في نهائيات آسيا، قال أبو عابد المدرب الأردني سيقود، ومع ذلك خلوا كمدرب للمنتخب. إحنا مدربين وطنيين يعني موجودين. انا بعتقد انه احمد عبد القادر قادر. نعم. يعني موجود احمد عبد القادر. انا بعتقد اذا مثلا ممكن الانديه تتعاون، عبد الله وزمع قادر، جمال ابو عابد قادر. هاي يجب انه يعطى المدرب الاردني. المرحله الاولى مش صعبه يا سميحه، المرحله الاولى احنا اذا منتخبنا يعني كان في جهاز فني قادر على توظيف خامات اللاعبين احنا ممكن. احنا صعوبتنا في الدور الثاني، واحنا شفنا المنتخبات الاسيويه اللي لعبت في الجوله الاولى والثانيه، عندنا منتخبات صعبه صراحه. صح. شفنا اليابان، شفنا السعوديه رغم تعادلها مع اليمن، شفنا المنتخب القطري، شفنا يعني كوريا الشماليه، شفنا ايران، شفنا العراق. احنا يعني مصيبتنا في الدور الثاني، الدور الاول سهل، لذلك يجب اتحاد كرة القدم. بس اسمحي لي على نقطة، اتحاد كرة القدم بيانه قال لمصلحة كرة القدم، لمصلحة كرة القدم الأردنية تم إعفاء الكابتن جمال أبو عابد وتعيين مساعده فيتال. مصلحة كرة القدم الأردنية بعد سنة ما بتحتاج نقيل فيتال؟
سنة وإحنا منتخبنا لم يحقق المطلوب منه. أنت مع المدرب المحلي يعني؟ أنا في المرحلة الحالية وممكن إحنا نجيب مدرب وطني، وبدي أفضلك إنه بجوز كنا إحنا في استوديو مش هالاستوديو في موقع آخر لما ردنا بقاد المنتخب الوطني أمام الأوروغواي، وبنعرف المبلغ اللي تقاضاه وخسر المنتخب 1-5 وما عادش إلى عمان من الأوروغواي على إنجلترا. يعني إحنا دائما وأبدا مش محتاجين مدرب كبير، محتاجين مدرب بفهم إمكانياتنا وبوظفها بشكل صحيح. وقتها كان حسام حسن وقت أستراليا؟ لا، في حسام حسن في شو اسمه في البطولة السابقة 2014، لكن في اللي بعدها ردناب. طيب بدي أرجع شوي لموضوع الدوري، برأيك هل توقف الدوري أثر على أداء اللاعبين لهذه الفترة الطويلة؟ طبعا، يعني أنا بجوز من الأحد اللي أنا بقول الله يعينه وفيتال إنه ما عنده دوري، بس يعني برضه اسمح لي اقول محمد الدميري كابتن وله حضور ولاعب قدم للمنتخب الاردني ونادي الوحده واسم كبير لا مش ممكن نناقش عليه الله يعطيه العافيه، بس انا لما بحتاج ظهير طب ما هو شباب الاردن والجزيره اللي هم الوحيدين اللي بدهم يلعبوا 24 الشهر وبنتمنى لهم التوفيق في البطوله العربيه وكاس الاتحاد الاسيوي. عندهم ظهيرين ممتازين الناطور ومصطفى كمان، انا اذا عندي ظهيرين جاهزين ليش اجيب لاعب زي محمد الدميري له يعني اشهر مش لاعب وبعده؟ انا بعتقد الدميري ممكن يفيد المنتخب، لكن انا مازال بدي لاعب جاهز موجود، لاعبين شباب الاردن ولاعبي الجزيره حاضرين وبتدربوا للبطوله العربيه والبطوله الاسيويه، عندهم لاعبين كويسين وعندهم ظهره ممتازين ممكن استفيد منهم. انا بعتقد انه الدوري عدم اقامته كمان اثرت على مسيره المنتخب الوطني، وسمعت يعني انا عدنان حمد في احدى القنوات وبحيه قال انه الان بعد ما طلعت القرعه واحنا عرفنا يعني مجموعاتنا والمواعيد مبارياتنا يجب انه نبدا الدوري اليوم، لكن قد يكون الظروف الماليه اللي بمر فيها الاتحاد صعبه، بس الظروف الماليه اللي بمر فيها الاتحاد بدفع راتب كبير للجهاز الفني. طيب، وبضيف يعني مدلك وبضيف معالج. توقعاتك للمرحله المقبله؟ شوفي انا يعني الان منتخب الكويتي بدنا نحترمه، منتخب الكويتي بضم عناصر رغم خسارته 0-3 مع استراليا، لكن احنا شفناه بطوله غرب اسيا فاز علينا، عنده امكانيات ويمكن يجيبوا له جهاز فني على مستوى عالي خلال يومين. انا بعتقد ان المنتخب الكويتي هو منافسنا، خلينا نكون واقعيين، منتخب الاسترالي الاقرب لخط بطاقه التاهل، احنا عندنا افضل 4 أو 5 ثواني حسب قطر تاهلت ولم تاهل، انا بعتقد فرصتنا كبيره، لكن نحتاج الى انه يكون اوراقنا واضحه وانه اتحاد كره القدم يجب انه يكون في لجنه فنيه تقيم المدرب، وانه هل الدعم اللي قدمه اتحاد كره القدم لفيتال هو كان على مستوى؟ نعم، في امل يعني، نعم ام لا؟ لا، الأمل موجود، لكن أنا بعتقد الآن أنه يجب أنه نحط حد للجهاز الفني بقيادة فيدال. نعم، يحيى قطشات الصحفي الرياضي، بدي أشكر حضورك معنا لليوم. أتشرف، الله يسلمك. أهلا وسهلا. شكرا. أهلا.